السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. في الحلقة دي هنشرح مع بعضينا أداة الكويك سيليكشن تول، وهي الأداة رقم 3 في أدوات القص داخل برنامج الفوتوشوب. طيب إيه استخدامات الأداة دي؟ أهم استخدام ليها هو قص الصور. طيب إزاي بستخدم الأداة دي؟ أول حاجة الشورت كات بتاع الأداة دي هو حرف W من الكيبورد. طيب ازاي بستخدمها؟ بستخدمها اللي انا ببدأ هنا مثلا بقف هنا وابدأ امشي مع الصورة دي شوية 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 كده لحد ما الاقي نفسي حددت الصورة اللي انا عايز اقصها كده برضو كده وكده. طيب دلوقتي انت شفت الأداة دي حددت الصورة كلها، طب ازاي احمي الصورة او احدد الاجزاء اللي انا عايز اوصلها؟ بس انا عندي هنا 3 اختيارات، عندي هنا اختيار الزائد وهنا اختيار الناقص. انا بختار الاختيار الناقص وببدأ احدد الجزء اللي انا عايزه، احدد كده وبرضو الجزء ده بحدده من الزائد مش كده. تمام، وبضغط على ديليت، ندوس اوكي وكده حذف الخلفية. طيب ليها استخدامات تانية، اللي هو نضغط مطول كده والأداة التانية اللي هي الماجيك وانشو برضو نفس الكلام. وعلشان ألغي التحديد اللي أنا محدده عندي حاجتين، إن أنا أضغط بالكليك اليمين على الماوس وبختار دي سيلكت أو ألغي التحديد، أو إني بختار الاختصارة اللي هي الكترة والدي من الكبار، وبنختار الأداة دي وان تول اللي هي الماجيك، وبنبدأ بقى نحدد كده. وعشان نحافظ على التحديد بنضغط على شيفت وبنبدأ نحدد عشان كل شوية يمسح كده كده، عشان لما ادوس الشيفت كل شوية احددها اتعدد هنا يتلغى. طب ازاي احافظ على التحديد؟ بضغط شيفت وابدأ احدد كده. بعد كده بضغط ديليت، ونبدأ بقى احنا نظبط الأجزاء دي كده برضو. تمام، دي تالت أداة من أدوات القص داخل برنامج الفوتوشوب. أتمنى إنكم تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.